مركون ايش قاعد تسوي؟ والله بيتزا يا معلم. وين هالبيتزا مالتك؟ هلا البيتزا لسه ما تحضرت. صباح الخير باليمين حبيب، شلونك؟ شلونك زين؟ والله مشتاق لك، شو اخبارك؟ الله يخليك حبيبك. كان شنو ايش تسوي؟ والله يا حبيبي مسوي هريسه؟ لا هريسه مين؟ ها والناس دايمين هريسه مين؟ يا حباب نعمل بيتزا، هذا الصوص تبع البيتزا غيوك، عرفت كيف؟ والله عاشت ايدك. والله شدنا نعمل عاشت ايدك بس يا معود انك جايبنا فليفله. والله نسيت ما ادري، غير تقول لي. اخ الله يسامحك، دقيت لك ما تخلص. خلص هاي طماطم مالتك، هاي طماطم بس الزينه طماطم. شوف لي، والله عاشت ايدك، خوش طبخ. هسه شباب انا وكان راح نسوي لكم اشياء ان شاء الله خرافيه، شيء يعجبكم باذن الله. طبعا درجه تدري قد درجه الحراره؟ درجة الحرارة هاي العجينة خالها هنا؟ من البرد؟ شوف خال العجينة. بغدا سؤال عليه، هاي العزابي شوف. اه والله. هذا العزابي، كانت تتزوج قالت وحدة منا من المتابعات. لا والله راسي يا معلم، والله ما صعب الزواج. صعب الزواج، صعب. لسه الواحد لازم يأسس حاله يا موسى. شوف العجينة. أويلي يا أبي. والله عاشت ايدك. هاي يعني هسه شنو هاي طريقتك الخاصة؟ هاي ما هاي طريقتي الخاصة، هلا في هلا هون يعني الناس تاكل بيض، الناس تاكل بيض، تاكل جبن، تاكل اللي بيزا الصبح. انت شنو هلا فينا نعملها بالمدلاك؟ اي راح تضرب شو تقولوا له؟ شو تقولوا له؟ هذا والله ما ادري نسيت. نحن له شيف تشير. كيف شو اسمه؟ شيف تشير. لا احنا ما نقول له شيف سير. لا شو اسمه؟ شيف سير. طويل يا ابا على العجينة. حذاتي عاد نظيفة نظيفة، الجو برا وارد. ايه احلى طماطم مسوي زلاطه زلاطه. شنو صارت خبزه؟ لك لازم جزر كبيره طبيعي. هلا هي كنت عاملها اصغر من هيك، عرفت كيف؟ يا عمي شوف الابداع. هلا انت ودع بيها الابداع. الله الله الله، يعني هسه الحلقه الاخيره. اوه حركات 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 بركات. الله عليك، هلا هلا هلا. الله امسك هيك وتحط واحدة هنا. اويلي يابا وتحط واحدة هنا. اويلي يابا هاي سهال. حلو حلو حلو، ريحة صراحة غير جديات. والله بدون ما جاملك ريحة طيبة والله والله العظيم. تعرف انا قبل لا اوصل بالسيارة فتحت الجامعة شتمت ريحة مال البيتزا بصلاة محمد. والله المشكلة قلت له قبل لا أصل بالسيارة شميت ريحة البيتزا، يعني قبل لا أجي. والمشكلة الثانية أنه شميت ريحة البيتزا قبل لا يسويها. والمشكلة الثالثة يقول لي سبحان الله. لك يا موسى لك والله معد بدك تدوق شيء ما دايق حياتك. يا ويلي يا بيه ما شنانة. هي بدنا هاي الثلاجة مالتك؟ هاي الثلاجة جبن راح تخلي عليه. انا الوالده الله يخلي لك والدتك الله يخليها الوالده عملت لي لبن. والله لبن مختر سوري هذا؟ والله هذا سوري. بس والله شيء ما حليب بقر. والله وينك اسمع ادوق ادوق تعال هذا هلا راح اكسره قليل قليل. هذا هواي مو ماكل بيض ما يصير. اسمع هذا هواي هذا هواي شوف يا حط له قليل. شوف قليل ماكل بيض هذا يا هنا انا هيش ايش جيب جيبها يلا جيبها جيبها اجت الطياره. الله اكبر ويلي يابا شيء ما يتاكل يخبر. حامض حامض النوم طيب بس والله طيب. ها دز لي جدر للبيت يرحم والديك. جدرين جدرين وثلاثه بعد عمك. تعال الله استعجل. هاي جبنه طيبه هاي. الله شم ريحتها. شم 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 وين يا ابي شنو هاي الريحه الطيبه؟ الله عليك يا اخواتي نرجع لكم. اي نصيحه. اي اي المهم الى عندكم نصيحه يا اخواتي. اي دغوات رجلك لا تقصها. وهي اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وال محمد. محمد اللهم صل. النصيحه هي اخواتي اهم شيء وانكم تعملوا بيتزا أي. اهم شغله تحطوا ذره. الذره يا شباب ذره الذره الذره المايس يعني مايس خير ذره مايس ذره. وين الذره يا معوق؟ ذره الذره. هي ذره ايش قاعد تشكل؟ ما يعرفونها. قرب قرب. اويلي يابا. هاي هي الذره. اويلي. بس ما تهم الماركه، عرفت كيف؟ اويلي. اهم شيء الذره. حتى هاي نصيحه يعني هامه جدا. يعني حتى تصير طيبه.
تصير تخبط. طلع عشت ايدك. هاي اللي معودة جبنانة. ويلي على البيتزا ويلي. شيء خبل مو طيبة لك هاي. هاي صارت لحمة بعجين مو بيتزا. لكن هاي صارت رفيعة. يلا هات انطيني بس السؤال امام المشاهدين. نعم. وامام رب العالمين. لا اله الا الله تفضل. البيتزا هاي انت سويتها العجينة؟ والله العظيم. ضعيفة وطرية. والله عاني. كان هليه ما طري يعني طري. والله عاني. قرب موسى قرب خلي زينها سوا. خلي امام المشاهدين. لي شوفنا اياها نظرة أخيرة. لا طيب والله حلو مرتب. لا شيء خرافي موسى. هلا عاد بدنا نحط زيتون. ويلي يابا. الزيتون شيء مهم بالحياة. هسه عملية أخيرة. راح نخلي لها زيتون. زيتون طلعه. موسى هذا الزيتون تبع الوالدة. الله. هذا من عام 2019 عملت لي اياه. الله. يعني الله. شوف. ويلي ياب شو ابيض ها؟ لك لا هو زيتون ابيض. هذا الملح ماله هيك في ملح. الملح الملح. ما شاء الله ما ليش تطلع بيدك لو مطلع برجلك الله لك استغفر الله العظيم واحلى زيتون شوف شلون زيتون حلو لسه بده تغسيل هذا والله عاشت ايدك على هالزيتون وعلى هالبيتزا اللي ياكلها يموت الزيتون لازم تعملوه هيك بس هذا الزيتون الثغمة هو هذا الزيتون اخي يعني كثير غابت مي عرفت كيف؟ خلي اشتم ريحته والله شوف والله طيبه والله العظيم موسى موسى شيء خرافي بس دايب كثير دايب ويلي يابا هلا تحفيز هاي البيتزا احنا نسويها بسرعه هلا عاد واحد بيتزا ليش هيك يا زلمه الجو عبط دخان خلينا نفتح شباك الجو عبط شنو هاي عبط تعال اخواتي على راسي لك حبيبي قلبي الذره مثل ما قلت لكم شيء مهم اجباره لازم تشبع ذره البيتزا غرقت بالذره لا غرقت شوف ويلي هذا شيء مهم مثل ما قلت لكم يعني ويلي باع الحركات بعيدة الله بعد موسى هلا نفتح الفرن ايه من هنا بعدين ما نحطها بالنص لا عدود خليها خليها من تحت اول شيء هسا البيتزا خلصت شباب شفنا البيتزا كان بسم الله ويلي شوف البيتزا شلون صارت وبعدين يقولون الولد ما يعرفون يطبخون شوف الطبخ عزابي وحيد ويشيم وفريد ويلي بالله باع كيف شنو هذا لحم هذا؟ لك لا هذا الزيتون هاي الذرة والله نسيته ألف عافية ألف عافية هلا ألف عافية هلا طيبة عجبتك لو لا؟ عجبتك؟ كلش طيبة شباب ألف عافية ألف عافية شنو ألف عافية لك؟ ويلي شو شلون بيتزا تخبر ايه راح ناخذ هسه جوله الحياه اركان اخذ جوله بالبيت العزابي هاي العزابي طبعا اركان شوف شو مسوي بالبيت مالته خارب بطانيه يداقها بسمار لان شنو الجو بارد شوف البسمار هذا الجو كلش بارد شباب وبرد الجو ما ينطاق وهسه نفتح هنا وراح تطلع لنا منهوله شوفوا هاي هنا حياه اركان سؤد علي هنا ينام بالزاوية واحدة وطبعا نتمنى انه استفاديتم من طريقة عمل البيتزا اركان فد نصيحة بيتزاوية بيتزاوية؟ اي عافية اي باوعت
ويلي ياب. هي نصيحة بيتزاوية أو لا أريدك تغني لنا. على أكل حرام. لا صحيح عم ياكل حرام. يعني الغناء والأكل حرام بس بدون أكل حلال. نصيحة يا أخواتي. إيه. أهم شيء تكونوا أنتوا بخير. الله. وأهم شيء يا أخواتي. الله. تتقوا الله. الله صار شيخ. قام يتشفص وصار شيخ. اقول له انطينا نصيحه بخصوص الله. البيتزا يقول اتقوا الله. ادري شنو ماكل ورثك. اتمنى استفاديتوا من طريقه اركان البيتزاويه. ولا تنسوا تتابعوني على التيك توك والانستغرام. باي باي.